مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم واهلا بكل بيشوفونا في كل مكان وحلقه جديده من برنامجكم صباح مي. النهارده حلقه الخميس 17/2/2022 وان شاء الله النهارده يكون يوم جميل ويوم كله تفاؤل ان شاء الله. مشاهدينا زي ما حضراتكم عارفين احنا بنكون معاكم لمده ساعتين على الهواء مباشره. الحقيقه دايما في حلقاتنا بنحاول يعني نغطي كل ما يدور من احداث حوالينا، بيبقى معانا اخبار كتيره للشان الداخلي علشان نعرف مصر حوالينا بتدور ازاي وكمان العالم حوالينا ماشي ازاي الفتره دي. مشاهدينا طبعا بنحب نؤكد في كل حلقه زي ما حضراتكم عارفين احنا لسه مستمرين في جائحه كورونا، والحقيقة ده بيتطلب مننا ان احنا يعني نلتزم بإجراءاتنا الاحترازية، نرتدي الكمامة من خروجنا من البيت حتى رجوعنا. وكمان يعني وزارة ويعني منظمة الصحة العالمية طبعا وزارة الصحة كمان بيأكدوا على ارتداء الكمامة دايما من الخروج ويبقى فيه تباعد اجتماعي. وكمان بنطلب من حضراتكم اذا لسه ما اخدش اللقاح ياريت ينزل ياخد اللقاح عشان هيحميه من الأعراض الشديدة للفيروس لا قدر الله. مشاهدينا كمان النهارده بيكون معانا فقره للصحافه بنناقش فيها المنشطات اليوميه، وبيسعدنا وبيشرفنا في تحقيق الخبر هيكون معانا الاستاذ ابراهيم طه الكاتب الصحفي. مشاهدينا طبعا زي ما حضراتكم عارفين خلاص يعني بكره يعني تنتهي اجازه نصف العام، والحقيقه من يوم السبت القادم هيبتدي الفصل الدراسي الثاني. والحقيقه طبعا يعني دايما بيبقى قبل دخول اي فصل دراسي الحقيقه بيبقى الاهل والاطفال أو يعني الطلاب بيبقوا مضطربين وبيبقوا يعني بيبقوا طالعين من أجازة، فإزاي النهاردة نتكلم عن إزاي نؤهلهم ويعني نخليهم إن هم يدخلوا تاني الدراسة ويستعيدوا المذاكرة اللي كانوا بيذاكروها والأجواء الدراسة تاني يستعيدوها تاني. هو ده اللي هنتكلم عنه النهاردة باستفاضة من خلال ضيفتنا اللي هتكلمنا عن هذا الموضوع دكتورة نورهان النجار استشاري نفسي. مشاهدينا اسمحونا نطلع فاصل ونرجع نبدأ أولى فقرات برنامجكم صباح مي، خليكم معنا.